بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أولى محاضراتنا في هنتكلم عن الفيش بيولوجي، وأول محاضرة هتكون التعرف على الأسماك والمورفولوجي الخاص بالأسماك بشكل عام. What is the fishes؟ ما هي الأسماك؟ طبعا كلنا عارفين الأسماك، وطبعا مفيش حد فينا ما أكلش سمك بمختلف أنواعه. طبعا الأسماك هي عبارة عن كائنات مائية بتعيش في الماء، سواء مياه العذبة أو المياه المالحة، ومن ذوات الدم البارد، يعني لا تتحكم في درجة حرارتها، ولكن بتاخد درجة حرارة الوسط الموجودة فيه. وهي من الأسماك الغضروفية طبعا، وتتنفس بواسطة الخياشيم، وتسبح في الماء باستخدام الزعانف. الأسماك معظمها طبعا بيكون فيرتبريت، وهي من ضمن الفيرتبريت يصل عددها لحوالي 20,000 نوع، من حوالي 40,000 نوع من الفقاريات المختلفة. طبعا الأرقام دي ممكن بتتغير نظرا لدخول أنواع جديدة أو انقراض بعض الأنواع. الأسماك طبعا بتختلف في أحجامها، منها ما اللي بيكون حجمه دقيق أو بيصل مليمترات زي سمكة الجوبي فيش، وفي أسماك طبعا زي القرش بيصل ممكن 21 متر و25 طن. التطور في الأسماك طبعا تم العثور على حفريات للأسماك خلال الحقبة من 425 ل 450 مليون سنة، وكانت الحفريات دي الأسماك تعيش في القاع، وكان لها سيكوني يعني عظام سميكة، وكانت تحتوي على قشور، وكان التطور الزعانف ليها ضعيف، يعني كانت تحتوي على زعانف ولكن غير متطورة، وما كانش ليها فكوك. ولكن طبعا حصل تطور مع اختلاف البيئات المختلفة، اختلاف الغذاء، تم تطور أسماك وصولها للأنواع المعروفة حاليا والتنوع المختلف الموجود في الوقت الحالي. طبعا السيستماتيك بوزيشن بتاع الأسماك طبعا هي المملكة أو كينجدوم أنيماليا، فايلم كورداتا، سب فايلم فيرتبريت اللي هو الفقاريات، تحت سب كلاس أجانسا. طبعا الأجانسا بيحتوي تحته كلاس السايكلوستوم وده البتروميزون، وكلاس الهوكفيش، وتحته اللي هو من أنواع الأسماك النوع ده المخزين جلوتينيوس. السوبر كلاس جنسيا طبعا بيبقى تحته 2 كلاس هما الأشهر أو الأكثر انتشارا حاليا، اللي هو الكوندروكاسياس، واللي بيمثلها الشارك أو الأسماك الغضروفية، والأسماك العظمية زي أنواع البولطي والساموس وغيرها من الأسماك العظمية المختلفة. في مقارنة ما بين الأسماك الأولية اللي سفالوس بيدوفورمس والأسماك الغضروفية كوندروكاسياس والأسماك العظمية ستروكاسياس. طبعا بداية الأسماك الغضروفية طبعا بيبقى فيها فكوك، والأسماك العظمية بتكون تحتوي على فكوك، ولكن الأسماك الأولية لا تحتوي على فكوك، ولكن بيكون في بعضها ساكنج مماس بدل الفك. وبيكون في الأسماك الأولية السكيلتون عبارة عن
كارتريجينوس أو فايبرس، ولكن في الأسماك الغضروفية وبيكون طبعا عبارة عن غضاريف ولكن بيكون متكلسة، وفي الأسماك العظمية بتكون عبارة عن عظام. التروج طبعا الخياشيم أو القوس الخيشومي بيكون مش موجود في الأسماك الأولية ولكن موجود في الأسماك العظمية والغضروفية. طبعا الخياشيم الزوجية بتكون مختفية في الأسماك الأولية ولكن موجودة في الأسماك العظمية والغضروفية. فتحة الأنف النوزل بتكون سنجل، فتحة واحدة في الأسماك الأولية، ولكن في الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية بتكون عبارة عن زوج من الفتحات في هذه الأسماك. زي طبعا ما شايفين احنا هنا في الصورة عدد من الأنواع المختلفة للأسماك، ومنها زي ما الأسماك الأولية اللي هي الهاك فيش واللامبري، وزي ما شايفين هنا شكلهم مفهومش طبعا زعانف زوجية، والماوس عبارة عن ساكنج، والفتحات مفهومش غطاء خيشومي ولكن عبارة عن فتحات خيشومية بتختلف في طبعا الهاكفيش حوالي 12 زوج، وفي اللامبري حوالي 7 أزواج. هنا طبعا هنبص هنا معانا مقارنة ما بين زي ما اتكلمنا وقلنا في هنا اختلاف ما بين اللامبري والهاك فيش، وهنشوف هنا زي في الماوس الاثنين طبعا بيحتووا على ساكنج ماوس او مماص، الاثنين الباربلز او الشوارب او التنتكلز الحسية دي طبعا بتكون في اللامبري ابسنت مش موجودة، ولكن في الهاك فيش بتكون فيها باربلز. النزل في الاثنين سنجل او فتحة واحدة. الرؤية بيكون طبعا بيكون وان اي، يعني عين واحدة على السايد في اللامبري، ولكن بيكون بوينتد او نقطة على في الهاج فيش. الاسنان كارتليجينوس في اللامبري ولكن عبارة عن صفائح من القرنية مثلثة في الهاج فيش صغيرة، طبعا تكون عبارة عن صفائح صغيرة موجودة في حوالين الساكنج أو المماس في الهاج فيش. الفين بيكون مفردة في الدورسال والكودل في الاثنين في الهاج واللامبري. السكيلز طبعا مش موجود في الهاج واللامبري، مفهومش سكيلز. الفيدنج الهاج فيش بتبقى برازات متطفلة، اللامبري بارازايت، إنما الهاج فيش بتكون مترممة أو بتغذى على الفضلات والبواقي الأكل. في مقارنة ما بين الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية، طبعا الاثنين بيحتووا على عمود فقري. الأسماك الغضروفية في الخياشيم طبعا جل، هنا بيحتوي الأسماك الغضروفية من 5 لـ7 فتحات، ولكن الأسماك العظمية بيكون عبارة عن فتحة واحدة. عدد الخياشيم بيكون من 5 لـ7 في الأسماك الغضروفية و4 أزواج في الأسماك العظمية. الجيل كفر طبعا الغطاء الخيشومي بيكون غضروفي في الأسماك الغضروفية وعظمي في الأسماك العظمية.
طبعا السكيلز طبعا بيكون من نوع البلاكويد في الأسماك الغضروفية، وفي الأسماك العظمية بيكون سايكلويد. الأبر جو أو الفك العلوي بيكون فيوزد، يعني مندمج مع الكرينيوم أو الجمجمة. في الأسماك العظمية نوت فيوزد، يعني مش مندمج، وأيضا ما عدا طبعا في الكاميرز بيكون مندمج، ولكن في الأسماك العظمية مش مندمج أو غير مندمج. يعني في التيس الأسنان بيكون في طبعا الشارب ليه أسنان قوية، هي أسماك تبقى عظمية، وأيضا في الأسماك العظمية برضو الأسنان عظمية. العضو الذكري طبعا كريسبر في الموجود في الأسماك الغضروفية، ولكن مش موجود أو مختفي في الأسماك العظمية. الـ out of phases طبعا بيكون عبارة عن الكلوكا، وهنا في الأسماك العظمية بيكون فتحة الشرج. الماوس في الأسماك الغضروفية بيكون انفيرو الأمامي، لكن في الأسماك العظمية ليه أشكال مختلفة هنتطرق ليها، ولكن بيبقى ليه كذا شكل على حسب البيئة اللي بيعيش فيها. الفيرتلايزيشن أو عملية تخصيب في الأسماك الغضروفية بيكون داخلي، وفي الأسماك العظمية التخصيب خارجي. طبعا هنا في الصورة دي أمثلة للأسماك العظمية وهي سمكة البلطي، والأسماك الغضروفية طبعا سمكة القرش والراية والقمرس، ودي من أشهر الأسماك الموجودة طبعا في الأسماك العظمية أو الغضروفية، وزي ما شايفين أشكالها المختلفة. طبعا هنا زي ما شايفين ده الشكل الخارجي والتشريح الداخلي للأسماك بشكل عام. طبعا بداية زي ما احنا شايفين تكون من الماوس، ويوجد العين طبعا، وهنا فتحة الماوس بتختلف زي ما هنشرحها فيما بعد. عندي الفين زي ما شايفين، الديل طبعا في الزعنفة الصدرية والزعنفة الشرجية. التركيب هنا الداخلي زي ما شايفين هنا عندي السباين أو العمود الفقري، وفي السويم بلادر والجونت مناسل، والجلز الخياشيم عملية التنفس، والاستومك المعدة والأمعاء الدقيقة. هنا البيلوريك كيكا أو الزوائد المعوية اللي بتبقى متصلة بالأمعاء الدقيقة. المسلز والكدني طبعا بيكون الكدني ملتصق بالعمود الفقري. اللاترال لاين ده بيستخدم وهنشرحه بالتفصيل في عملية الحس. زي طبعا هنا ما شايفين الشكل الخارجي للسمكة، وهنا عدد من القياسات المختلفة اللي بيتم قياسها لما بنعمل مورفومتريك للأسماك. طبعا زي ما شايفين هنا الماوس أو الفم والعين، طبعا الزعانف الزعنفة الزهرية، الزعنفة البلفيك أو البلفيك والبكترال، والزعنفة الإينال أو الإشراجية، والديل. ودي طبعا بناخد كل القياسات المتاحة بحيث التوتال لينس، بناخد الستاندر لينس لغاية نهاية العمود الفقري، الفوركت اللي هو لغاية الفتحة بتاعت
في الديل طبعا بنقيس المسافة من العين للفم، بنقيس طبعا المسافة بتاعت الزعنفة الظهرية والزعنفة الشرجية والزعنفة الظهرية والبطنية، وطبعا القياسات المورفولوجية دي لعملية التصنيف والتفرقة ما بين الأنواع. وحاليا طبعا في أساليب أخرى أو منها الـ DNA في التفرقة، لكن لا يمكن الاستغناء عن المورفولوجي في عملية التصنيف. هنا طبعا عندنا الأشكال المختلفة للماوس، عندي الانفيريور اللي هو السفلي، وده طبعا بيكون في الأسماك اللي موجودة في القاع، في الساب تيرمينال اللي هو الأقل من الوسط أو الفتحة بتكون في الأسفل ولكن أعلى قليلا من الانفيريور، والتيرمينال اللي هو بيكون في الوسط وده موجود في الأسماك زي سمكة البلطي، في السوبيريور اللي هو بيبقى طبعا فتحة من فوق وده طبعا بيتغذى على الأسماك اللي بتكون جاية من فوق أو بعض الكائنات الميتة أو اللي هو بيكون الأسماك اللي بتكون في القاع عايشة في القاع. طبعا الماوس بيختلف باختلاف البيئة اللي عايشة. عندنا في أنواع من الماوس بيكون شكلها أنبوبي، وده طبعا بيبقى بيعمل امتصاص للماء وفلترته، في ماوس بيكون شكل السيف أو شكل المنشار، وفي أنواع بيكون طبعا تيرمينال زي ما خدنا، وفي الانفيريور السفلي، في السبيريور اللي هو قلنا العلوي، وده طبعا بيختلف على حسب نوع الغذاء والبيئة السمكة. طبعا البادي فورم او شكل الجسم ده طبعا بيختلف من سمكة لاخرى، وبيبقى في منها الفيليفورم اللي هو بيبقى دقيق او خيطي وزي الايل، في التيني فورم وده بيكون طبعا شكله زي الشريط او والسجيت فورم ده بيبقى زي السهم زي سمكة الباراكودا، والجلوبي فورم اللي هو بيبقى ملهاش شكل خالص أو منتفخة زي سمكة الفهقة أو بيطلق عليها سمكة الأرنب وهي بتنتفخ زي ما شايفين هنا. البودي فورم فيه طبعا الفيزو فورم زي الأسماك التونة، والكومبريز فورم اللي هي زي البلطي بتبقى مضغوطة، وديبريس فورم زي سمكة موسى طبعا بتبقى ديبريسد منضغطة، وسمكة الأنجولا اللي هي الثعبان والشكل الثعباني أو بتاخد شكل المدور، ودي طبعا بيبقى زي منها أمثلتها ثعبان السمك. طبعا الأشكال المختلفة هنا لكل نوع أو كل شكل لمكان بيعيش فيه أو بيئة بيعيش فيها، لطريقة طبعا اختراقه للمية ويقدر إن هو يتعامل مع البيئة اللي بيكون عايش فيها. الزعانف طبعا عندي بيبقى في منها الفردي وفي منها الزوجي. طبعا الزعانف مهمة جدا في الأسماك لعملية الحركة والعوم سواء من أعلى لأسفل أو التحرك والدوران، ففي الزعانف الفردية زي الكودل والدورسل دي طبعا بتحافظ على الثبات بتاع الأسماك أثناء الحركة، والإنال ودي بتحافظ على الموفينج أو الحركة بتاعت الأسماك. في الأسماك الزوجية اللي هي البلفيك
والبيكتورال اللي هي الزعنفة الحوضية والزعنفة الظهرية. دول طبعا بيستخدموا في عملية التوقف والحركة والصعود والهبوط للأسماك. طبعا في الأدبوز أو بعض الطبقات الدهنية اللي بتكون موجودة، ودي طبعا يعني إلى الآن ملهاش وظيفة محددة أو محدش اتكلم عليها كوظيفة معينة. بنستخدم في الأسماك الماليستيك أو بنعد الأشواك والراي الأشعاعات الموجودة في الفين، وده طبعا بيستخدم في عملية التصنيف في الأسماك زي نفس فكرة المورفومتريك اللي هو القياسات المورفولوجية، وده ضمن شغل المورفولوجي للأسماك لعملية التصنيف. طبعا هنا الأديبوز أو الجزء الدهني الموجود في الأسماك، وبيكون في بعض الأنواع من الأسماك بيكون عليها حراشيف موجودة، ودي طبعا زي أسماك التونة والأنواع المختلفة ليها. هنا الكودال فين فورمز، طبعا عندي الكودال فين ليه أشكال مختلفة، وده طبعا بيختلف على حسب اختلاف البيئة اللي بتعيش فيها السمكة. بيبقى في أنواع بيبقى شكل الكودال هلالي أو بيبقى شكله زي نص الدايرة، وفي بيبقى يعني شكل الهلال ولكن مقسوم نصين، في ترانكيت جذعي، وفي طبعا بيبقى مشقوق، في بيبقى اللي هو الدبل ترانكيت، في اللي بيبقى شكل البوينت أو النقطة، في اللي بيبقى نيكد معلهوش فين أو معلهوش مفيش كودال فين موجود خلال. الفين بيحصل لها تحورات مختلفة طبعا على حسب البيئة اللي بتعيش فيها الأسماك. فطبعا في البيكتورال فين زي ما احنا شايفين هنا بتتحول على حسب طبعا المكان، ممكن يكون عبارة عن يتحول لجناح أو ممكن يبقى عبارة عن شبه الأرجل لما بتكون السمكة بتعيش في القاع. زي هنا برضو بعض الأسماك بيبقى تحول زي ساكينج أو مماص، فممكن يبقى حجمه كبير أو حجمه صغير على حسب المكان اللي بتعيش فيه السمكة واحتياجها. طبعا هنا في بعض الأسماك زي ما نشوف البلفيك بيتحول لساكن بحيث انه بيستخدم زي سمكة الرمورة في عملية انها بتعمل ساكن بسمكة القرش. السكن او الجلد طبعا للأسماك، وده طبعا مهم جدا ان هو بيتواجد عليه السكيلز في الأسماك اللي تحتوي على اكزوسكيلتون او يكون عليها قشور. وفي الأسماك طبعا اللي ليس عليها قشور بنلاحظ عندي السكن ثلاث طبقات، الطبقة الإبيدرمس الطبقة الأولانية، وطبقة الديرمس، وطبقة الماسلز اللي هي أو الهايبوديرمس. طبعا بيوجد داخل الجلد بيكون فيها الأوردة والشرايين والأعصاب بتتخلل الجلد. وطبعا الجلد هنا مهم جدا بيكون بيحمي السمكة طبعا من العوامل الخارجية، وبيكون عليه طبعا المواصفات الحسية، وفي طبقة من الميكوزا المخاط بحيث انها هي الطبقة دي بتحمي السمكة من أشعة الشمس ومن البكتيريا والفيروسات، وده بيعتبر زي الجهاز المناعي للسمك. عندنا أنواع السكيلز، طبعا السكيلز بيكون في منها أنواع مختلفة، والسكيلز
ليها ألوان مختلفة بيميز بيها الأسماك، لكل نوع ليه ألوان وأشكال مختلفة. طبعا الألوان دي عبارة عن صبغات اللاتينين وكريتينين وأنواع مختلفة من الصبغات، هنتكلم عليها في المحاضرات القادمة بإذن الله بالتفصيل. أنا عندي أربع أنواع من السكيلز، البلاكويد، وده بيكون في الأسماك الغضروفية، والسايتنويد في الأسماك العظمية، والجنويد في الأسماك الغضروفية، والسايكلويد في الأسماك العظمية. طبعا عندنا اللاترال لاين، واللاترال لاين هو عبارة عن خط موجود في الأسماك، ويكون الوظيفة بتاعته إن هو بيستخدم في عملية الحس وضغط المية، وبيقدر إن هو باتصاله بالأعصاب إن هو يقدر يحس بالتغيرات في المية والأمواج، ولو في أي عدو أو في أي هجوم على الأسماك أو بحركة المية بتقدر السمكة تحدد أي تغيرات في المية أو أي هجوم. فهي اللاترال لاين مهم جدا، وبيتكون من طبعا زي ما احنا شايفين هنا اللاترال لاين هو بيتصل بالأعصاب، وبيكون فيه عبارة عن شعيرات، الشعيرات دي بتبقى متصلة بالنيورست، وده بيبقى الخلايا العصبية متصلة بالخلايا العصبية، بحيث إن أي تغير في الشعيرات بيبتدي يوصل الحس للخلايا العصبية، وتبتدي السمكة تعرف إذا كان في أي تغير في أي هجوم أو في أي مثلا أمواج أو كرنت عالي أو في هجوم من بعض الأسماك المفترسة، فهنا تبتدي تهرب أو تبتدي تستخبى عن طريق إن هي بتحس باستخدام اللاترال لاين. العين طبعا في الأسماك بيوجد على جانبي الرأس، في فتحة العين طبعا بتبقى متصلة بالأعصاب أو بالعصب العيني الأوبتيك نيرف، والعين التشريح بتاع العين بيشبه تشريح العين في الإنسان، والعين في الأسماك ليها جفن، ولكن بيكون جفن شفاف، عشان كده دايما بنشوف الأسماك مفتحة أو مش بنلاحظ إن هي بتنام ليه، لكن هي بتنام عادي ولكن الجفن بتاعها شفاف فمش بنلاحظ إن هي نايمة. والأسماك بيكون في الأسماك اللي بتعيش في البلاجيك أو في المنطقة المضيئة بيكون العين فيها شكلها متوسط، ولكن في المنطقة الديسفوتيك أو فيها ضوء قليل بيكون العين حجمها كبير، وده لاتساع الحدقة وإنها تقدر ترى في الأماكن المظلمة، ولكن في القاع وفي الأماكن المظلمة تماما بيكون العين أبسنت، مش موجودة في الأماكن العميقة أو اللي هي بتكون في بعد 2000 متر، فبيكونش فيها عين. وبكده نكون خلصنا المقدمة، وبنشكركم، ولو في أي تعليق أو في أي كومنت يا ريت نكتبه، أو أي تقصير طبعا ده مني، وأي فضل فهو من الله سبحانه وتعالى، وأشكركم لحسن استماعكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة والمحاضرة جديدة بإذن الله.